بسم الله الرحمن الرحيم. مع الجزء الثالث من محاضرة النيستاجنس، وأتمنى إن احنا مع الوقت الدنيا تكون بتنور شوية بشوية. إن شاء الله المحاضرة دي تبقى أخف شوية من المحاضرة اللي فاتت، هنحاول إن احنا نركز على البوينتس المهمة اللي فيها. طيب احنا خدنا إيه لحد دلوقتي عشان نبقى ماشيين مع بعض؟ خدنا الفسيولوجيكال نيستاجنس آخر المحاضرة اللي فاتت، وفي أولها خدنا الشارد نيستاجنس بأنواعه. فاضل لنا بالتقسيم اللي انا ملتزم بيها، فاضل لنا الديفكتيف جيز هولدنج والفيستيبولر والاكوايرد بندولار نيستاجمس اللي هو ريليتد جدا للسي ان اس. طيب نيجي لاول حاجه، حاجه اسمها الجيز ايفوكد نيستاجمس، وده باثولوجيكال نيستاجمس. احنا اتكلمنا على الفسيولوجيكال نيستاجمس، كان في علامه استفهام على نوع بيحصل في الاولد ايج اسمه الاند بوينت نيستاجمس، اللي احنا كنا بنقوله ان احنا بنشوف في العياده راجل كبير في السن لو بص في الاكستريم اوف جيز تلاقي عينه فيها شويه نيستاجمس. كنا بنعدي الموضوع ونقول لك يا سيدي ده راجل كبير، يعني راجل كبير ده كل حاجه عنده فيها سام سورت اوف ترامبلينج او فيها هزه مش قادر يعمل كنترول كويس، فعادي بالنسبه لسنه يبقى عنده شويه نيستاجمس ات اند بوينت. هو طبيعي فعلا ان احنا المفترض ان انت عينك لو ككوره ومشدوده بكل كميه الماسلز اللي فيها دي، لو عينك حابه تروح لاي اكستريم ما عدا يعني من البرايمري بوزيشن وحاولت بوان ماسل واحده، ماسل واحده بس ان هي تشدها في اتجاه، ان بقيه الماسلز اللي موجوده هتحاول ان هي طالما هي ستريتشد ان هي تشد العين تاني نحو البرايمري بوزيشن. العين زي ما تكون ملفوفه بسيور، ملفوفه بست عضلات وفيها كمان ماسك فيها الاوبتيك نيرف، هتحاول ان تتشد شويه. فزي ما قلنا ان العينه متحرك في اي اكستريم دايركشن هيبقى في دايما تندنسي ان هي ترجع تاني البرايمري بوزيشن، ده مفروض ان هو يعمل سام سورت اوف نيستاجمس. بس احنا عندنا حاجه بتطلع من البارابونتاين ريتيكولار فورميشن الكونترالاترال، حاجه اسمها ستيب سيجنلز. ستيب سيجنلز دي بتوقف الاوربيتال موفمنت او الحاجه اسمها اللي هي الموفمنت اللي ممكن تحصل بسبب الاوربيتال الاستيستي، المسلز والماسكه في العين اللي عايزه ترجعها تاني والشكل ليجمنتس والحاجات دي كلها اللي هي ماسكه في العين وعايزه ترجعها للبرايمري بوزيشن بتعمل انهيبيشن، فالعين بتبقى مينتيند في الاكستريم جيز اللي هي باصه فيه. ده في حاجه بقى اسمها الجيز ايفوك نيستاجمس، ده دامج بيحصل في البارابونتاين ريتيكولار فورميشن. وده لو احنا شايفين الصوره الجي اي اف اللي على اليمين دي اللي متاخده من اوتوراف، هتلاقوا ان البيشنت هو بيبص في دايركشن اليسار، هتلاقوا انه عنده الموفمنت عنده مور اور ليس معقوله، في حين هما يبص على الناحيه الثانيه اليمين، يعني لما بيجي يبص هنا مفيش نيستاجمس، في حين لما يجي يبص هنا بقى دلوقتي هتلاقوا ان عنده نيستاجمس حصل. هو كده باصص نورمال، اول ما يبص هنا هيبقى عنده في شويه نيستاجمس هو حصل خصوصا في الكادرات اللي تحت. طيب طالما هي مش سيمتريكال، يعني في ناحيه موجوده في اتجاه ومش موجوده في الاتجاه الثاني، ما اقدرش اقول عليها اند بوينت نيستاجمس. طيب دلوقتي في حاجه اسمها ايه الاسباب اللي ممكن تعمل الجزء ايفوك نيستاجمس؟ قلنا في الاولد ايج ايدر انتوكسيكيشن ممكن تحصل في الالدرلي، بس لازم نشك ان الراجل الالدرلي ده عنده جاله سام سورت اوف اسكيميا او ستروك. لو في يونج ايج هشك في دي مايلينيشن. في بقى لو عندنا هيتبعوا المرض ده اللي هو الجزء اوف نيستاجمس، وهيتبعوا انواع تانية من نيستاجمس زي الفيستيبولار نيستاجمس اسمه الالكساندرز لو. يعني ايه الالكساندرز لو؟ طيب ايه هو الالكساندرز لو ده بقى؟ الالكساندرز لو بيستيت ان في انواع من نيستاجمس بيحصل فيها سي ان اس ليجن. الانواع دي اللي هي لو انا عندي سي ان اس ليجن مثلا في البارابونتاين ريتيكولار فورميشن وعندي نيستاجمس، النيستاجمس هيبقى جيركي. جيركي يعني ايه؟ يعني ليه تو كومبوننتس، سلو فاست، ولا ليه كومبوننت واحد بس بنفس الفيلوسيتي في الاتجاهين؟ لا، جيركي يعني عنده سلو فيز وفاست فيز. طيب في حالات اللي هي بتقوميه الالكساندرز لو، لو الليجن عندي في اللفت هيبقى slow phase to the left. يعني معنى تاني لو لقيت ان العيان عنده slow phase للاي to the left
اعرف ان الليجن عنده تو ذا ليفت. هنشوف كده صورة هنا كده حلوة للموضوع هيساعدنا فيها مستر بوب. طيب نستاجمس ليه انا قلت عليه رايت؟ في تسمية النستاجمس انت بتسمي النستاجمس في الجيركي نستاجمس على اسم الفاست فيس بتاعه اللي هو عنده جيركي. خلوا المعلومة دي كده على جنب ونرجع لالكسندرز لو. الكسندرز لو ان لو عندك ليجن سي ان اس هتلاقي البيشنت عنده سلو فيز ناحية اللفت لو ان الليجن لفت. بمعنى اصح لو عين عنده جيركي نستاجمس وانت شاكك ان الليجن بتاعه هيبقى في سي ان اس هتدور في انهي ناحيه؟ هتشوف الناحيه اللي فيها السلو فيز بتاعه وتدور فيها وتقارن ده بالاذر سي ان اس مانيفستيشنز اللي عنده. طيب يعني مثلا لو بصينا في مستر بوب هنا، هنا السلو فيز بتاعته فين؟ هتلاقوها هنا اهو، اهي ده سلو فيز دلوقتي اهي. بصوا عليها تاني اهي كده سلو فاست سلو فاست. تمام يبقى كان الليجن عنده، نتوقع ان الليجن عنده على نفس الناحيه على الناحيه اللفت. نيجي للنوع اللي بعده اللي هو اللي اسمه الفيستيبولار نيستاجمس. الفيستيبولار بتقسم نوعين للتسهيل، نوع بريفرال، البريفرال ده كومن وممكن يحصل لنا احنا شخصيا في حياتنا مره او مرتين، ممكن يكون حد مر بيه وما كانش عارف ان ده حاجه سام سورت اوف فيستيبولار ديسفانكشن. ده بيحصل اند اورجان دامج في السيمي سيركل كانالز اللي عندنا وبيفولو الالكسندرز لو. هو مش في السي ان اس، هو في البريفرال بس برضه بيفولو الالكسندرز لو. يعني هو بيبقى جيركي والسلو فيز بتاعته هتشاور ناحيه السيمي سيركل كانالز اللي على الاتجاه اللي فيه الدامج. اللي يفلق البريفرال من الفيستيبولار نيستاجمس هو الجمله دي، انه البيشنتس بيبقى عندهم سيفير تينيتس اور فيرتيجو. الاسباب اللي تعمله ايدر حاجه اسمها المينيرز ديزيز، وده بيبقى معاه سيفير تينيتس، او حاجه اسمها الفيري كومن حاجه اسمها بيناين بوزيشنال باراكسيزمال فيرتيجو، ودي بيبقى معاها سيفير فيرتيجو. ويوجوالي اللي بيميز النستاجمس بتاع الفيستيبولار سيستم عن غيره هو كلمه تورشنال. تورشنال دي كلمه مهمه قوي، احنا لحد دلوقتي جبناش خالص سيره التورشنال ولا شفنا له صور. كل الحاجات اللي بنشوفها كانت يا اما هوريزونتال يا اما فيرتيكال. ده بيعمل تورشنال، حاجه اسمها تورشنال فيرتيجو، هوريزونتال بلس تورشن. وليه كمان حاجه تانية قوي بتميزه عن غيره، ايه هي؟ الفيكسيشن. لو العين ده حب يفكسيت على اوبجكت قدامه، ودي ساعات بتستخدم كتريتمنت. يعني اذكر ان حد كان قال لي ان هو كان جاله فيرتيجو سيفير فيرتيجو وجاله نيستاجمس، واتقال له وقتها عشان تعمل دامبنينج للاثنين خليك باصص على حاجه او اوبجكت قدامك، وده فعلا حصل وحس بريليف بعدها. في بقى مانوفر عندنا اسمها الديكس هالبايك مانوفر. هي في المعتاد الديكس هالبايك مانوفر دي المفترض ان اللي بيقوم بيها هم دكاتره الاي ان تي، مش دكاتره الرمد. اش دي بنشخص بيها البناين بوزيشنال فيرتيجو، بتعمل البيشنت نفسه، انت بتنيم البيشنت وبتحط له حاجه تحت رقبته تعمل له اكستنشن للنك، وبتميل راسه على اتجاه السيمي سيركل كانال اللي فيها الافكشن، بتميل راسه على اتجاه الثلاثه سيمي سيركل كانالز. The Dick's Hall Pike maneuver is performed whenever BPPV is suspected of causing a patient's dizziness. The head is turned 45 degrees and the body laid back such that the head is extended about 20 to 30 degrees. If BPPV is present, eye twitching called nystagmus will occur. Eye twitching that rotates is called torsional nystagmus. Side to side eye twitching is called horizontal nystagmus. Eye twitching that goes up and down is called vertical nystagmus. The Dick's Hall Pike maneuver is then repeated on the opposite side. This maneuver should be repeated several times to document for fatigability. When performing this maneuver, another individual can help. Please note that feeling dizzy but without. طيب او ببساطة انت لو شاكل العين عنده torsional nystagmus وعنده severe tinnitus او vertigo refer to the ENT consultant. طيب ده بالنسبة لمحاضرة النهاردة يا جماعة، ان شاء الله المحاضرة الجاية هتبقى محاضرة في اولها في كده مراجعة بسيطة، وهنكمل بقية الأنواع الأكوارد بندلر اللي هي ليتد للسي إن إس. شكراً.